بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه جراندي بونتو فيات، فيات جراندي بونتو، ركبنا لها موتور الحمد لله، هون كملناها توا. حاب نعطيكم شوية معلومات على الموتور، شنو فيه من حساسات ومن حاجات موجودة قدامنا. هذه الموتور طبعا، هذه البوبينة نتاعها، البوبينة تمشي كل بوبينة وحدها بأربعة، أربع خيوط. هذه هنا، هذه الكابتر اللي هو حساس نتاع الرقم. هنا هذه الكارتة الميموار اللي هي الكمبيوتر نتاع المحرك. هنا هذه الفراشة اللي هي تكسيلاري الاكسيلاتر، يعني تمشي بها الاكسيلاتر. هنا عندنا هذه حساس الهواء نتاع الكابتر نتاع الهواء. عندنا من هنا هذه حساس الشكمان. عندنا تحت في البولي بالضبط عندنا حساس الكرانك، يسموه حساس الكرانك ولا بي ولا بي اش ام ولا يسموه هذاك. هذا يجي لوطه، واحد في الكرانك من لوطه، واحد في الاربراكم من فوق، هذوما اللي يشغلوا المحرك تم بحاجة. عندنا من هنا البخاخات اللي هما نتاع البنزين، اربع بخاخات. عندنا الشمعات بحذاهم، اربع شمعات. هذه عندنا، هذه قياس الزيت. عندنا هذا الكمبرسور نتاع الديزل. عندنا هذا الكمبرسور نتاع الغاز اللي هو يدور الغاز نتاع المكيف اللي هو يبرد السياره من داخل. عندنا هذا طبعا الكولكتور نتاع الادميسيون. انا من هنا نجو من هنا نلقوا من تالي، فما الترموستات وفما حساس الحراره يجي من تالي في الترموستات مع حساس الحراره. هذايا المصب نتاع الماء، هذا الحاجات اللي هي موجوده. هذايا يعني خزان الزيت نتاع الفرامل. هذايا لابياس، هنا عندنا لابياس. هذايا عندنا السيرفو نتاع الفرامل، هذايا السيرفو نتاع الفرامل. طبعا البطاريه جايه من هنا ولا نوبات فيزيبل جايه من هنا على جنب. الاشكاليه فما صارت لنا اشكاليه في هذه، وقت خدمناه لقيناه يخض، يعني ما شد صحيح الا مشينا له بوجيات اصليه من الدع باش مشى، يعني اموره معتدله. في الاول عند بال هو يعني ما حبش يركح، يعني ما قاعد يخض ويطفطف. شكينا في عده حاجات، غيرنا عده حاجات، ما فيش فايده. وقت ركبنا له اربع شمعات الجد نتاع الدار، ركح الموتور ولا كانه ما في شيء. هذا عندنا يعني بلف التبخير هنا، هذا هي بلف التبخير نتاع انا. هذا الكمبرسور نتاع الغاز اللي هو يدور الغاز نتاع المكيف اللي هو يبرد السياره من داخل. انا هذا طبعا الكولكتور نتاع الادميسيون. انا من هنا نجو من هنا نلقوا من تالي، فما الترموستات وفما حساس الحراره يجي من تالي في الترموستات مع حساس الحراره. هذا المصب نتاع الماء، هذا الحاجات اللي هي موجوده. هذه يعني خزان الزيت نتاع الفرامل. هذا لابياس، هنا عندنا لابياس. هذا عندنا السيرفو نتاع الفرامل، هذا السيرفو نتاع الفرامل. طبعا البطاريه جايه من هنا ولا نوبات فيزيبل جايه من هنا على جنب. الاشكاليه فما صارت لنا اشكاليه في هذه، وقت خدمناه لقيناه يخض، يعني ما شد صحيح الا مشينا له بوجيات اصليه من الدع باش مشى، يعني اموره معتدله. في الاول عند بال هو يعني ما حبش يركح، يعني ما قاعد يخض ويطفطف. شكينا في عده حاجات، غيرنا عده حاجات، ما فيش فايده. وقت ركبنا له اربع شمعات الجد نتاع الدار، ركح الموتور ولا كانه ما في شيء. هذا عندنا بلف التبخير هنا، هذا بلف التبخير نتاع هو باش نخدموه. هنا سمعوا صوته، نشوف فيه ما شاء الله يخدم يعدل. او هذه ان بعد ما احنا بعد ما نخدموه بعد ما نركبوه نشوفوه نخدموه ونستنوها حتى تخدم المروحه، تخدم المروحه من هنا، ونعاودوا تعاود تسكت المروحه، ونعاودوا نقيسوا له الزيت الماء، ونعاودوا نقيسوا له الزيت من هنا باش نجموا نعطوها الملاها وهي تكون مرتاحه. يعني شوف فيه ما شاء الله موتور لا يرنفل، لا في حد شيء الحمد لله، يعني كله لاباس.
بعد ما غيرنا الشمعات الاصليه هذاك حطيناهم هنا ارتاح المحرك. شفتوا هنا اول ما خدمناها كيش طفطف كيش عمل لك الخضه هذيك هذيك احنا قاعدين نتبعوا فيها لقيناها هي المشكله في الشمعات نتاع المحرك اللي هما دوري جيد تاكلوا الزوطه. ما يحبش يتكلم ويحب حد ويحب كان روح. نشوفوا الموتور ما شاء الله كل ما يسخن كل ما يزيد يرتاح اكثر، والحراره العاديه راهي نتاع اي محرك اللي يكون في بالكم الحراره العاديه نتاع اي محرك راهي لازم تكون فوق 90. يعني فما ناس تخاف برشا من الحراره، راهي الحراره العاديه نتاع المحرك هي 92، من 89 ل 92 هي حراره عاديه، وحتى لل 104 حراره عاديه، بعد تولي حراره مش عاديه. برشا ناس تخاف من المحرك من الحراره، وهي الحراره هي اصل المحرك. الحراره كي تكون تاعها معتدله لا تخليه ياكل ماء ولا تخليه ياكل زيت اذا كان هو موتور لاباس عليه، خاطر الحراره المعتدله راهي باهيه. والحراره المعتدله نتاع المحرك العادي لازم يكون الترموستات راكبه، وتكون الترموستات وحساس الحراره وحساس الراديتر لازم يكونوا نفس الدرجه نتاع الحراره، يعني نفس الدقري. هذا نشوف قد ما يسخن قد ما يرتاح اكثر. وكل ما يسخن المحرك كل ما ينقص استهلاك البنزين او الديزل. يعني اهم حاجه الحراره نتاع المحرك مثل البني ادم عنده 37 درجه حراره. اذا كان تولي 37.5 معناتها مريض، واذا كان تنزل 36.5 معناتها مريض. المحرك كذلك، المحرك اذا كان تفوت ال 104 معناتها المحرك مريض، واذا كان تنزل تحت ال 90 معناتها المحرك مريض. ولهذا انتبهوا للحاجه هذه في الحراره. شوفوا الماء يدور زاد عادي، يعني يبين لك اللي هنا الموتور سليم من ناحيه استهلاك الماء ما دام الماء يدور عادي وهذا يسخن. باش تعرف الماء عندك يدور سليم في الخزان هذايا لازم هذا يسخن. كي يسخن هذا معناتها الماء راهو قاعد يدور سليم. هذه وما فيش نبابيج هنا نتاع هواء تخرج ولا حاجه، هذا معناتها الموتور سليم من داخل وما فيش حتى اشكاليه. هذه تسخن والخرطوم طبعا تحتاني اللي يرجع الماء يسخن، هذا مازال يكون سخان، والماء هنا يدور عادي، ما فيش لا مبابيش ولا ينفخ لبرا. تسمع الموتور كيش يخدم. هذا العمليه هذه ما نشوفوهاش الا في المحرك وقت يكون تخدم المروحه تسكت. ما نفتحوش هذايا الا بعد ما تخدم المروحه تسكت. يا اما ونفتحوه هو بارد اول مره. اما وقت الموتور يبدا مش عارفين نتاعو الحراره نتاعو قداش ما نفتحوش. هذاك الخرطوم نتاع بنت التبخير ركبوه حتى هو. شوفي ما شاء الله ارتاح الموتور صوته ما شاء الله. ان شاء الله مبروك على المريض، هي مناتها امراه ان شاء الله مبروك عليها. لازم يركبوا له شمعات دوريجين. هذه العمليه ان شاء الله تكون تنفع الجميع المعلومات هذه. ان شاء الله تنفعكم حاجه كيما هكا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.